إذن مشاهدينا، مخاطر الإدمان على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وأبرز الحلول لتجاوز هذه المشكلة يحدثنا عنها من إسطنبول عبر الهاتف السيد بسام شحادات، استشاري العلاقات العامة والإعلام وخبير التواصل الاجتماعي. إذن مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا سيد بسام. من خلال متابعتكم لأعداد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت بإفراط، هل أصبحنا نتحدث عن ظاهرة أم هي حالات فقط حصرا في مجتمعنا العربي وعموما في العالم؟ أهلا بك. للأسف نحن أصبحنا نتحدث عن ظاهرة. أعداد الناس المدمنين على استعمال مواقع التواصل الاجتماعي تزداد كل يوم. أصبحنا نشهد يعني إدمان على استعمال التطبيقات الهواتف مثل الهواتف الذكية وأجهزة التابلت وغيرها. الدراسات تقول حاليا أن 80% من مستخدمي الهاتف الجوال لا يبتعدون عن هاتفهم أكثر من 3 أمتار خلال 24 ساعة. فنحن نتكلم عن ظاهرة أصابت المجتمع بأكمله. طيب، ما حجم الخطر الذي نتحدث عنه عندما يصنف الشخص المتابع بكثرة لمواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت ضمن خانة الإدمان؟ وذكرت حضرتك أنه 80% من متابعي الهاتف هم يمكن تسميتهم بالمدمنين. الأمر يعني مرتبط بحسب الحالة. نحن إذا كنا نتكلم عن الأطفال فالأمر يعني يظهر مشكلة كبيرة في التعامل مع الأطفال أو في الشباب في مرحلة دراسية أو المرحلة الجامعية. نجد أن هذا الأمر قد يشغل الأطفال أو الشباب عن الترابط الأسري أو الترابط الاجتماعي التقليدي، أو حتى يلهيهم عن دراستهم ويسبب إلى مشاكل في ضعف التركيز أثناء الدراسة وغيرها من المشاكل التي يعاني منها الشباب. في الفئات العمرية الأكبر نجد الأمر أقل خطورة، خصوصا أن الفئات العمرية الأكبر ليست مرتبطة بالتكنولوجيا بنفس الحجم أو نفس الارتباط المرتبطة فيه الفئات العمرية الأصغر. سيد بسام، كحد أقصى ما عدد الساعات التي ينصح بها المختصون الأشخاص في قضائها لتصفح مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت؟ يعني أعتقد أن 2 إلى 3 ساعات في اليوم هو رقم عادل، خصوصا إذا كنا نتكلم عن أن هذا الاستخدام نوعه مهم جدا. إذا كنا نستخدم الإنترنت في الدراسة أو متابعة بعض الأمور المتعلقة في العمل أو غيرها هذا أمر مجدي، لكن إذا كان هنالك ارتباط في شبكات التواصل الاجتماعي في قضايا كالألعاب أو التواصل بهدف التواصل للتسلية فهذا أمر مضر ويسبب إلى مخاطر كبيرة جدا كما ذكرت، خصوصا في فئة الشباب. طيب، سمعنا كثير من القصص عن أشخاص خسروا شركاء حياتهم مثلا أو عملهم، سواء كانوا من النساء أو الرجال، بسبب إدمانهم على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. نصيحتك لمثل هؤلاء؟ أعتقد أن كل شيء في الدنيا له إيجابيات وله سلبيات. على الجميع التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي ومع الإنترنت بحذر ودون إفراط أو تفريط في التعامل، خصوصا عندما تكون يعني نوعية التعامل أو نوعية المحتوى الذي يتم تصفحه هو مؤثر كبير جدا على نسبة المشاكل أو نسبة المخاطر التي تتعرض لها المستخدمين. أعتقد أن استعمال الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في التعليم، في التواصل بين الأصدقاء في الأماكن المتباعدة، في قضايا العمل هو أمر مهم جدا وقد يكون لا غنى عنه، أصبح ضرورة من ضرورات الحياة. لكن التعامل في الأشياء السلبية هذا يجب أن يكون حذر، وخصوصا كما ذكرت لي يعني في المشاكل مع الأطفال أو حتى مع فئة الشباب أو حتى التواصل الذي يؤدي إلى خسارة الشركاء في الحياة. يعني الأمر يحتاج إلى ضبط، ومن يجد في نفسه يعني حرج أو يجد أنه لديه شبه إدمان في هذا الموضوع لا يتحرج أبدا من مراجعة أخصائيين نفسيين. إدمان الإنترنت وإدمان مواقع التواصل الاجتماعي هو مرض يمكن معالجته عند أخصائيين نفسيين، وليس هنالك حرج من أن يذهب أحد إلى أخصائي نفسي ويقول أنا أشعر أني مدمع إنترنت وهذا يهدد حياتي ويهدد علاقاتي الأسرية ويجب أن أجد له حلا. سيد بسام، كيف يمكن للشخص أن يعرف أنه مدمن على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت؟ هل بعدد الساعات أم بماذا مثلا؟ حتى من بعدها مثلا يقرر أن يذهب إلى مختص أو يجد حل لهذه المشكلة أو الظاهرة كما أسميتها حضرتك؟ طبعا يعني بداية عدد الساعات هذا أمر مهم جدا. اللي هي كم؟
يعني نقول مثلا حالات يقضون 7 أو 8 ساعات او حتى 10 ساعات يوميا في الانترنت، فهذا واضح جدا انه امر غير طبيعي، غير صحي. عندما نرى بعض الحالات، عندما يدرك الاهل او الاصدقاء ان الاطفال او اصدقائهم يفضلون التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي عن التواصل التقليدي، فهذا ايضا مشكله. عندما نجد اشخاص يتحدثون بطلاقه في فيسبوك وتويتر، وعندما يتكلمون امام الاشخاص العاديين فانهم يتلكؤون او يصابون بالتأتأة، فهذا كمان ايضا على ضعف التواصل الحقيقي. دراسات تقول ايضا ان الاشخاص النشيطين في التواصل الاجتماعي هم ضعيفين في التواصل التقليدي، ففي النهايه الامر يمكن قياسه بوضوح من خلال معرفة حجم نشاط هذا الشخص في نشاطه الاجتماعي العادي بين أقرانه أو أصدقائه. والوقت الصحي هو من 2 إلى 3 ساعات كما ذكرت حضرتك. شكرا جزيلا لك لانضمامك معنا. حدثنا من إسطنبول عبر الهاتف السيد بسام شحادات، استشاري العلاقات العامة والإعلام وخبير التواصل الاجتماعي.